ساعتها بصيت لقيت المباحث والشرطة كلهم موجودين و... تليفون. وصلنا حضراتكم لشارع فاطمة النبوية بالزاوية الحمراء، هنا جريمة قتل بشعة يهتز لها الوجدان، ألا وهي مقتل عبد الرحمن. عبد الرحمن شاب من الشباب بيتميز بالسمعة الطيبة، بيتميز بالخلق الحسن. أبلغونا في حديث الشارع إن عبد الرحمن اتقتل. عبد الرحمن اتقتل ليه؟ إيه اللي حصل؟ كل الكلام ده نشوفه في برنامج حديث الشارع لحظة بلحظة. خليكم معانا في كاميرا برنامج حديث الشارع. احنا جايين في وقت طبعا صعب ووقت مؤسف للغايه، والناس زعلانه والشارع زعلان. وحديث الشارع في الاونه اللي فاتت دي ان الناس بتتكلم عن عبد الرحمن وبتتكلم عن الحادث المؤلم والمؤسف والمفزع في نفس الوقت. احكي لنا من البدايه، هو اللي حصل هي البدايه اللي حصل ان كان قبل محمد طبعا ما كانتش تعرف، كان حصل الكلام ده يوم الاحد. يعني المشكلة دي حصلت يوم الحد، فاليوم الحد ده كان فيه فرح في نفس الشارع، فهو خاف يتكلم لأن أنا قلت له الكلام ده تاني يوم. قلت له طب أنت ما قلتليش ليه؟ قال لي ما أنا خفت الفرح دوت يعملوا مشكلة، الفرح يبوظ، الناس يقولوا إيه؟ خالد وأسامة بوظوا الفرح عشان ما يبوظوش فرح الناس بقى، فعدوا الموضوع. قلت له طبعا خلاص. يوم الاثنين الصبح بقى يوم اللي هي الحادثة، بصيت لقيت أنا قاعد في الدكانة تحت وعبد الرحمن بيجيب فطار وبيجيب. يعني المشادة الكلامية خلصت وخلاص الموضوع خلص؟ لا ما كانش خلص، ما كان هو ما اتكلمش معاهم. كان مبايت بقى؟ كان مبايت. فيوم يوم الاثنين الصبح انا بنزل افتح الصبح بدري وبقعد اشرب شاي وكده وقعد، وبصيت لقيت واحد بيقول يا خالد مين ده؟ فواحد بيقول لي ده اسامه بيمدح عليك. انا الكلام ده انا ما اعرفوش. مين اسامه؟ اللي هو ابو الواد. ابو الولد اللي قتل. ابو الواد اللي قتل. فبقول له فيه يا اسامه؟ قال لي شوف قله ادب عيالك. قلت له انا ما عنديش عيال قله الادب يا اسامه، هو في ايه؟ في ايه؟ فالمهم هو راح متعصب عليا، فلقيت عبد الرحمن بقى ينزل بعد ما هم شدوا مع بعض فوق السطح. بعد المره الاولى اللي شدوا فيها مع بعض. هم شدوا مع بعض فوق السطح وراح ايه نازل لي، فالتاني كان بيكلمني. فبيقول قلت له احنا ما عندناش حد قليل الادب يا اسامه، هو في ايه؟ فبصيت لقيت عبد الرحمن نزل قال لي الامر حصل كذا كذا كذا. فانا بصيت له كده قلت له رب عيالك يا اسامه، وانا قبل كده قلت لك رب عيالك يا اسامه. كل ده من انتوا جيران بتكلموا بعض كده في الوش؟ لا انا كنت تحت في الشارع وهو واقف فوق في الشباك. فقلت له طب خلاص يا اسامه، انا هخلي ابني اللي يكلم اخته هخليه يضرب. قلت له انا هقول لابني اللي هيكلم اخته تاني هخليه يضربه. تمام، يعني هي عمه. يعني انا ما اقصدش عياله. لان في اي حد يضايق بناتي اخوهم هيضربه. فراح هو بقى راح ردد قال لي برضه، الناس برضه كانت شاهد على الكلمه دي، قال له انا هخلي عيالي يقتلوا. بصيت لقيت واحده جايه بتقول لي هات لندن ومش هات لندن. الحق يا عم خالد، الحق يا عم خالد، ده في عيال ماسكين في ابنك. ده واحده جت قالت لك الحق يا عم خالد، كان في عيال ماسكين في ابنك. ماسكين في ابنك عند الباب عندهم. وهم مش من عادتهم ان هم يقفوا على الباب خالص. فانا رحت طالع بقول له يا ابني ايه يا ابني، رحت ماسك ايد عبد الرحمن بقول له امشي على الدكانه. فهو راح مديله ضهره وايه وراح ماشي. قلت له يا ابني هي مش خلصت. بصيت لقيت ابوه وعمه راحوا نازلين، يعني هم زي ما يكونوا كانوا واقفين على السلم. ابوه نزل راح ماسك فيا وعم الواد واخوه اللي هو عبد الله، راحوا ماسكين في محمد الكبير. الواد في ثانيه راح داخل الحوش وقلع الفانله وراح جايب سكينه، وعبد الله عبد الرحمن ماشي ومديله ظهره وبيجري عليه. فبقول يالا 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 يالا، راح ايه ضربه عبد الرحمن بيعمل كده، راح ايه ضربه في ايده، وهو بيعمل كده راح ضربه هنا عند الرقبة. يعني الضربه كانت هنا عند الرقبه. في الرقبه بالظبط. وراح مديله واحده في دماغه وواحده في ايه في صدره. ده له عده طعنات بقى.
فانا جريت على مين؟ على محمد، لان التانيين ماسكين فيه اللي هو عمه والواد الكبير. شوف ما جريتش على عبد الرحمن اللي الطعن ده؟ لا، ما انا جريت عليه امتى؟ لما واحده كانت بتبيع عيش جنبنا جنت بتقول لي الحق عبد الرحمن وقع في ايه؟ غرق في دمه. وقع عبد الرحمن غرق في دمه. انا عايز عبد الرحمن بقى، ما رحت لعبد الرحمن لا ما لقيتوش. كانوا زمايله في واحد اللي هو اسمه رمضان السمدوني خدوه طلعوا بيه على المستشفى. كانوا بيروحوا المستشفى في ساعتها، بصيت لقيت المباحث والشرطه كلهم موجودين والدنيا كلها هنا، المنطقه باكملها هناك في المستشفى. مباحث قبرت عليهم في لحظتها صح؟ في لحظتها. بقاء لله شد حيلك، ربنا يعينك يا رب. واحنا جايين يا امي جايين نشد على ايدك ونقول لك ونعزيكي ونقول لك احنا طبعا حديث الشارع كان عبد الرحمن في الايام اللي فاتت دي، فجايين نشد على ايدك كده ونعزيك ونقول لك الاول نقول الحمد لله وربنا يرحمه. عبد الرحمن كان مريحني في كل حاجه، ما كانش بينزلني الشارع. عايزه ايه يا ماما؟ اللي جيبه يا عبد الرحمن. يقول لك هتفطر؟ اقول له اللي تجيبه يا ابني. يروح يجيب لي فطار ويجيب لي عيش، ولو عشت حاجه من السوق يروح يجيبها. عبد الرحمن طالع بالفرخ، جايب حبه فراخ فوق وجوزين حمام من عمه. قلت له انا مش قادر اطلع، يطلع عليهم. راح طلع قال لي لا والله لا تطلعي، تعالي بس كده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. ده كبروا الحمد لله. قال لي هبقى اديك اما اشتغل هبقى اديك 200 جنيه تجيب لي حبه زيدو. اصل الناس عيانه. بقول له يعني ايه عيانه؟ قال لي اصل الناس تعبانه ما باخدش منهم مصنعيه قد كده. قلت له ازيك هتنعن صحتك؟ اسكت الناس غلاب. قال لي طب ما ربنا يكرمني كده بواحد يكون معاه فلوس ويدينا حوقش لك 200 جنيه بقت لي شويه زيه. قلت له زي بعض يا عبد الرحمن. اخته نزلت الاول تجيب شقتين الفول وعبال ما صلى ركعتين الصبح وحصلها تحت نزل لقى في مشكله معاهم. ليه؟ لا مشكله. بقول لها مالك زعلانه ليه؟ قالت له تصدق الواد ابن اسامه اللي اسمه يوسف جرني من الطرحه وهو راكب التوك توك معاه ثلاث اربع شباب. قال لها طيب ما تقوليش لابوك ولا تقولي لامك، انا هكلمه بالراحه. شافه بالصدفه على النص بقول له مش اختك برضو هتون عليك انت بتشدها ليه كده؟ ربنا سترا ما خدتها بتكتك ومشيت، ربنا سترا ما جت شحططتها وجت رجلها تحت العجله بتاع التكتك. راح الواد راح طالع قايل لابوه، قال لي ان ما ربطولك اهي، ان ما ربطولك قسما بالله سمعته قال لي الالفاظ دي وربنا اللي اغلى من اللي راح قال لي كده. ايه اللي حصل تاني يا حاج؟ لقيت اللي بيقول نزلت على سلفتي في الدور الثالث بقول لها الحقيني يا ام حسن ده الظاهر قاموا على العيال، الظاهر العيال اتعوروا قاموا على العيال تاني. قالت العيال مين؟ نزلت لقيتي ايه؟ نزلت لقيته جاموسه مدبوح. نزلت لقيته نزلت لقيته دغنين وني وخبطين وني وانا جريت وراه المستشفى. انا شفت والدكتور بيقلب وحط له صدمات كهرباء على القلب عشان يصحى. عبد الرحمن يا حاجه كانت في ايه الاصابات؟ ايه الاصابات؟ واحده كده واحده كده واحده في رقبته بتاع رقبته دي هي اللي موتته. مش يسيبه ابن الحرام؟ مش يسيبه؟ لا ما سابوش، ده انه يدخن فيه. اديني بقى سكينه كده اما اشوف انا عجينه قلب اروح اقدم فيهم زي ما دخلوا في ابني كده اللي كان مريحني اللي كان بيضني. انا اتكسحت، انا عايزه حقه يجي. انا اتكسحت وقعدت، انا عايزه حقه يجي. زمان طعن كذا طعنه ابوه وعمه
والولد الاثنين يوسف وعبد الله ما لناش اختلاط. قبض عليهم يا حاجه صح؟ ما لناش اختلاط لهم خالص. قبض عليهم؟ انقبض اتقبض على الاب والولدين. حضراتكم محل عبد الرحمن. عبد الرحمن كان بيتميز بالصفات الحسن بالخلق، بيتميز في وسط الشباب بالطيبه والسمعه الطيبه، وكان معاشر كل اصحابه. كل الشباب هنا حزينه ومستاءه، وبتدعي عبد الرحمن بالرحمه والمغفره ان ربنا يرحمه. ده المكان اللي كان بيقعد فيه عبد الرحمن، المحل بتاعه هنا مكان شغله، هنا الناس كانت بتتكلم معاه، هنا الناس كانت بتقعد معاه. خلونا اكلمكم مع بعض الاصحاب واصحاب عبد الرحمن. كلمني عبد الرحمن، قلت لي عايز اكلمك. عبد الرحمن كان عنده 22 سنه، على قد سنه الصغير كان رجوله جدا، كل الناس بتحبه، كان بيروح معايا الجيم وبيتمرن، واخد باله من صحته، اخلاق زي ما حضرتك سمعت من الناس. هو كان كهربائي، يطلع يعمل شغل لاي حد، لو معهوش ما بيحاسبوش، معاه بيحاسب. كل جيرانه، العيال الصغيرين، الناس الكبيره، بنات، ستات، شباب، ما فيش حد اسمه ما بيحبوش. من اخلاقه واحترامه. تجيرانه كنت من جيرانه؟ جيرانهم، وعيل محترم، ولما اقصده تعالى اعمل لي لندا يجي يعملها لي، معاك تديله معلكش بيمشي، اخر احترام واخر ادب، وهم عالم مش قادره اقول لك. تعالى يا حاج. الشباب اللي زايله ولا اللي كل اللي خلف ولا نخلف، الله يرحمه. زعلانين عليه يا حاجه؟ زعلانين عليه طبعا. زعلانين. انا واحده مريضه، ايوه، كان كل يوم يخش يسال عليا، اخرج من الباب يجي جاري عليا ويقول لي راحه فين يا تيتا، اقول له راحه الأجدخانة يا حبيبي، ياخدني يوديني حسب الله ونعم الوكيل. اللي حرق قلبي ابني عليا، ابني اللي انا ما خلفتوش، ابني اللي انا ما خلفتوش، ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. احمله سواحي الجنه عبد الرحمن، ربنا ينور ابني خالد، يا رب يا رب. ربنا يرحمه رحمة واسعة. في ساعتها بصيت لقيت المباحث والشرطة كلهم موجودين،